في منطقة جزاء جيلبرتو بيحولها برأسه عباس عطوي شوفوا موسى، شوفوا جمهور نادي النجمة، هيدا الهدف من أروع الأهداف، ليش؟ رح تشوفوا بالقعدة، موسى حجاج عم بيسجل أروع الأهداف، قلت لكم مايسترو ما صدقتوني، موسى مايسترو، عشان هيك عم بفرجينا على الأهداف لأنه مايسترو بالفعل، جمهور النجمة محتفل بكل الأعمار، وين ما كنتوا موجودين محتفلين، بالبيت محتفلين، وابل على الشاشة التلفزيون وصاروا محتفلين والله معك يا موسى بالفعل الهدف بالفعل الله يحميك يا موسى حجاج هدف من اجمل الاهداف اللي ممكن تتسجل في الملاعب الاوروبيه يمكن حتى جيلبرتو لما ينزل على الملعب بده اذا ما سجل يصنع هدف وهدف من اجمل الاهداف يلي عم نشوفها بملاعبنا اللبنانيه مين عم يسجلها؟ اجمل لاعب